طيب أستاذة لبنى، هل شايفة إنه في تراجع لنسبة العنف ضد المرأة في مصر ولا النسب في تزايد؟ لا، النسب مش في تزايد، النسب بالعكس بتقل في مختلف انواع العنف. يعني عندك مثلا الختان، النسبه بتاعته قلت، كان الاول بنتكلم على 74%، دلوقتي وصلت ل 61% في ختان الاناث من سن 15 ل 17، وده من وزاره الصحه. فالنسب الحقيقه انها بتقل وبتقل، بس مش بالدرجة اللي احنا عاوزينها او اللي احنا حابينها. احنا نفسنا انه في يوم من الايام، او يمكن نوصل حتى قبل ما نوصل ل 20 30، يكون ترتيبنا في مؤشر العنف مش في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. احنا دلوقتي مصر مصنفة 137 على العالم من 149 دولة.